نبدأ اليوم احتفالنا بالثلاثية الفصحية. الثلاثية الفصحية يعني ثلاث أيام، خميس الأسرار والجمعة العظيمة وسبت النور. والثلاثية الفصحية أي سر المسيح الفصحي، هو مركز التاريخ وقمة حياة المسيح ومركز الكرازة الإنجيلية وكرازة الرسل ومركز حياتنا المسيحية كلها. لهذا تعطي الكنيسة لاحتفالات هذه الثلاثية طابعا لتوجيا احتفاليا خاصا ومميزا، حتى يشعر المسيحيون بأهمية هذا السر العظيم في إيمانهم وحياتهم. فإذا تأملنا في يوم خميس الأسرار فنجد أنه ينقسم إلى ثلاث أقسام. أولاً قداس الميمون عادة يقام في صباح خميس الأسرار في الكنيسة الكاتدرائية حيث البطرك المطران أو رئيس الأساقفة، وإذا أمكن مع كهنته في الكنيسة الأم أو الأبرشية. وفي هذا القداس يبارك الأسقف أو رئيس الأساقفة أو البطرك زيت العماد وزيت مسحة المرضى ويكرس زيت الميمون. بالإضافة إلى ذلك، بما أن الخميس المقدس هو خميس الكهنوت أي تأسيس سر الكهنوت في هذا اليوم، فإن اشتراك الأسقف والكهنة مع الشعب في قداس واحد يدل على وحدة قدام الرب فيما بينهم ومع الشعب المسيحي. وفي هذا القداس يجدد الكهنة مواعيد كهنوتهم، ولذلك يدعى خميس الأسرار. ثانيا قداس عشاء الرب والذي نحتفل به الآن، حيث كل الاهتمام موجه نحو القربان المقدس الذي هو عطية المسيح لمن يحبهم ويؤمنون به، أحب أصحابه الذين في العالم إلى أقصى الحدود كما يقول إنجيل قديس يوحنا. فالإفخارستية هي ذبيحة العهد الجديد التي بها يقدم المسيح ذاته من أجل البشر. ثالثاً غسل الأرجل، هنالك علاقة وثيقة بين غسل الأرجل والعشاء الأخير. إن الإفخارستية هي رابط الوحدة والمحبة بين المؤمنين والمسيح وبين المؤمنين أنفسهم. وغسل الأرجل يحضر الإفخارستية ويعطيها معناها وحدة، محبة، خدمة. ووصية المسيح الأخيرة هي وصية محبة، والإفخارستية هي اجتماع المحبة. لذلك وقبل كل شيء، هذا الأسبوع ليس فقط ذكرى سنوية بنعيدها كذكرى عيد ميلاد أو احتفال ذكرى زواج أو ذكرى بنعملها زي كل سنة، لا. سيدي أعطينا شو اسمه باسم، لأنه هو حدث مش صار وانتهى، بل حدث مستمر، لأن المسيح حي وحاضر. حدث مستمر نعيش فيه سر يسوع في كل وقت وفي كل آن، لأن المسيح حاضر ولم يمت، ولأن خلاصه مستمر معنا. هذا معكم طوال الأيام إلى قضاء الدهر. وحضور المسيح يتحقق من خلال الاحتفالات والصلوات اللي نقيمها ونشارك فيها. فهذه الثلاثية الفصحية بما فيها من ألم وموت وصليب وقيامة ليس هي فقط أيام نعيش فيها أحداث حياة المسيح أو فصح المسيح، بل هي أيامنا وفصحنا نحن أيضا مع السيد المسيح. فهذا الأسبوع هو ليس فقط أسبوع المسيح، هو أسبوع المسيحيين. لذلك إننا مدعوون القيامة مع المسيح في حياة جديدة. فهذا الفصح هو فصحنا وعبورنا نحن أيضا مع المسيح من خلال احتفالات هذا الأسبوع، لنخرج من ظلمة حياتنا وخطايانا فنقوم معه إلى حياة جديدة إلى نور القيامة. طبعا قبل احتفالنا لا ننسى بعض المقترحات العملية.
لعيش هذه الثلاثية الأصلية من خلال خلق جو من الإيمان والهدوء والصمت والتأمل والصلاة خلال الاحتفالات، وكذلك متابعة الصلوات والتراتيل والقراءات والمشاركة فيها بصورة فعالة، وليس فقط حضورا جسديا بل حضورا روحيا ومشاركة روحية فعالة، وعيش هذه الأيام المقدسة بإيمان وتقوى وخشوع. والآن سوف نبدأ احتفالنا بخميس الأعصار. نطلب الأشخاص اللي راح يعملوا غسل الأرجل يتفضلوا السكرستية حتى يدخلوا مع الكاهن. الخميس المقدس صفحة 3 الأسبوع المقدس صفحة 3 ترميم الدخول حينما كان المساء صفحة 12 بيت بالعربي وبيت بالإنجليزي. Thank you.
الأولى، قراءة من سفر الخلود. في تلك الأيام كلم الرب موسى وقال في أمر موسى قائلا لهم: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كلما كل جماعات إسرائيل وقلا لهم ليتخذوا لهم في العاشر من هذا الشهر كل واحد حملا بحسب بيوت الآباء، لكل بيت حمل. فإن كان أهل البيت أقل من أن يأخذوا حملا فليأخذوه هو وجاره القريب من منزله، حتى يجتمع عليه عددا من النفوس يكفي لأكل حمل. حمل صحيح ذكر حولين يكون لكم من الظهر أو النعس تأخذونه، ويكون عندكم محفوظا إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. فيذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل بين العرتين، ويأخذون من دمه، ويجعلون على عضدتي الباب وعتبته العليا، على البيوت التي يأكلونه فيها، ويأكلون لحمه. في تلك الليلة شواء نار بقطر مع أعشاب مرة يأكلونها. وهكذا تأكلونها، تكون أحقاؤكم مشدودة، ونعالكم في أرجلكم، وعصيكم في أيديكم، وكلوة بعجلة، كلوة بعجلة إنهم فصحى للرب. وأنا أشترك في الأرض في تلك الليلة، وأقتل كل بكر من الناس والبهائم، وبجميع آلهة المصريين أصنع أحكامي. أنا الرب، فيكون الدم لكم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم أعبر عنكم، ولا تحل بكم ضربة خلاف. إذا ضربت الأرض كلها، ويكون هذا اليوم لكم ذكرى، فتعيدونه عيدا للرب، تعيدونه مدى أجيالكم فريضة أبدية. كلام الرب. رجع المزمور: سيدي أعطنا من هذا الخبز دائما أبدا. Took bread, and
after he had given thanks, broke it and said, "This is my body that is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also the cup, after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes. The word of the Lord. لكنك
ستدركه بعد حين. فقال له بطرس: لن تغسل قدمي ابدا. فاجابه يسوع: اذا لم اغسلك فلا رسيب لك معي. يا رب، لا قدمي فقط، بل يدي وراسي ايضا. من استحم لا يحتاج الى غسل، بل هو كله طاهر. وانتم ايضا اطهار، ولكن لا جميعا. اتفهمون ما صنعت اليكم؟ انتم تدعونني المعلم والرب، oh.
إخوتي وأخواتي في المسيح يسوع، إذا تفرجنا على حياتنا اليومية وإذا نظرنا حولنا نكتشف أن الناس وإحنا بينهم كثير لطات مش عندنا وقت، إحنا مشغولين بأشياء كثير، العالم منهمك ومشغول، كثير من الأشغال اللي إحنا مشغولين فيها في منها مهم وفي منها أقل أهمية. كثير من الأوقات نجد أن الزوج والزوجة بعملوا وما في معهم وقت يقعدوا مع أولادهم، الأسرة نادر ما تجتمع، مرات كثير نجد بيوت مفككة لأنه منهارين في ضغط العمل. هذه الأشياء مرات تؤدي إلى صعوبة الإصغاء حتى لصوت الله عز وجل. حياتنا صاخبة مثل ما نحكي في العامية مراقبة، تلفزيون شغال، كمبيوتر شغال، تلفون شغال، كل شيء شغال، وبأدي مرات إلى روح الأنانية وابتعاد عن إصغاء لصوت الله عز وجل، كأنه الله مش حاضر في البشر، الله بعيد عنا. حتى احنا في حياتنا الإيمانية كأنه الله بعيد عنا. متى بحضر معنا؟ في جزء منا بحضر معه في قداس يوم الأحد هاي الساعة، جزء منه، وإذا كان في نشاط ثاني وبرنامج ثاني احترامنا رحيم بسامحني وبعد أولوية للنشاط الثاني، يعني بسهولة بحط عذر لربنا وبروح على النشاط الثاني. وأكبر برهان هو قداس اليوم، قداس اليوم إحنا خميس الأسرار، عظمة خميس الأسرار، إحنا ممكن نحط عذر لربنا وبيننا وبين ربنا نكون حضورنا قليل. بكرة نفسكم راح تكونوا موجودين وراح تلاقوا ما في مقاعد في الكنيسة، لأنه الجمعة العظيمة، مش لأنه ربنا، لأنه الجمعة العظيمة فيها هيك حساسية خاصة للموت وللألم وللأسود، فبتلاقي الكنيسة مليانة. سبت النور بكون أقل، فإحنا مرات بسهولة بنعطي جواب عن ربنا، ولكن إيمانيا اليوم ربنا اللي بيجاوبنا، اليوم ربنا بيعطينا الجواب، ربنا بيعطي الجواب لكل العالم. بحكي لنا أنا في خميس الأسرار بالرغم من خيانتك وبالرغم من تركك إلي أنا تقربت منك، ما بستنى منك تتقرب مني، أنا تقربت منك. وتقرب منك بحركتين مهمات، الحركة الأولى هي غسل الأرجل والتواضع، أنا الله نزلت إليك يا إنسان يا خائن يا بعيد عني، بالرغم من ذلك أنا بحبك. والتقرب الثاني هو القربان الأقدس، أنا سكنت فيك وتجسدت فيك، قدمت ذاتي وأعطيتك ذاتي
حتى تعطيه للعالم. الدرس الأول هو درس غسل الأرجل، وبدون مجاملة أنا بهنيكم لهذه المبادرة اللي طلعت من مجلس الرعاية. مفخرة مفخرة. الكاهن اللي هو صورة الكنيسة يغسل أقدام التلاميذ ممثلة بالموجودين اليوم، وبنفس الوقت ما بقيت عند هاي المرحلة، التلاميذ انتقلوا إلى الشعب. شو معناها؟ إن كلنا خدام عند ربنا، كلنا خدام عند ربنا، وكلنا ننحني أمام عمل ربنا. والحنانة أمام عمل ربنا من خلال خدمة الآخرين. صراحة حركة رائعة كنت فيها، تستاهل التقدير مثل ما قدمت قبل شوي. التسبيح تستاهل التسبيح، ولكن ننتبه لمعناها الداخلي. فيش واحد منا في الكنيسة إلا خادم لرسالة ربنا في الموهبة اللي ربنا أعطاه لنا. بس الأرجل هو رمز التواضع، رمز البساطة، رمز الخدمة. الله الخادم تحول من خلالي أنا الخادم بكل سهولة. كل واحد منا هلا ممكن يروح يلتهي في أشغال خاصة، ولكن أراد إنه يكسر أنانيتهم، يكسر برنامجه الخاص في سبيل الآخر. هذا اللي أنت قمت فيه. الحدث الثاني المهم هو سر القربان الأقدس. المسيح ما عمل عادة اليهود المشاركهم في العشاء فقط. اليوم المسيح قدم ذاته، قدم ذاته. خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يقبل من أجلكم. خذوا اشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي راق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. تخيلوا ربنا العظيم بدخل في حياة الإنسان، بدخل في حياتي، بسكن في قلبي. المائدة العائلية هي مجموعة من الأشخاص بيلتقوا مع بعض حول وجبة الغداء حتى يعبروا عن محبتهم لبعضهم البعض، ولكن بتكون محصورة. المائدة الإلهية هي غير محصورة، تجمع الإنسانية كلها حول القربان الأقدس، حول المسيح، حتى نبين للعالم أن كل العالم هو عائلة صغيرة مرتبطة في محبة ربنا. شو ممكن لقاء اليوم يعلمنا احنا الموجودين هون؟ ممكن يعلمنا عدة حقائق، وأهم حقيقة هو سؤال لكل واحد منا: ما هي مكانة ربنا في حياتي؟ هل هو أساسي؟ هل هو عمل إضافي؟ ما هي هويتي
أنا تمسك. خبيث الأسرار بعطيه الجواب من خلال جملتين فقط. الجملة الأولى إنه الله اللي أنا بآمن فيه هو إله متواضع. هذا الحاجة للجواب، أين تواضعي في حياتي المسيحية؟ السؤال الثاني، الله في حياتي هو إله مضحي، قدم ذاته في سبيل الإنسانية. أنا بنقرأ عليه سؤال، أين مفهوم التضحية في حياتي؟ كم مرة أنا بضحي وبكسر ذاتي في سبيل المصلحة العامة؟ في علاقاتنا الأسرية كم مرة أنا بكسر ذاتي في سبيل البيت؟ هذا السؤال اللي بيطرح علينا ربنا في هذا المساء المبارك في خميس الأسرار في الثلاثية الفصحية في مسيرتنا من الألم نحو أحد الفصح. هل أنا متواضع؟ هل أنا مضحي؟ Thank you.
Amen. Page 288, lift up the cross. Thank you.
Awesome.
Oh.
Were you there? Page 238 in your missal. Thank you.
Jesus. Panis Angelicus, Jesus, Our Living Bread, page 209, near Missalette. Yeah.
Thank you.
Test. 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 Gonna be the